السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتيرة بتسأل عن شهادات البيم، فالنهاردة هنتكلم على بيم اند بوينت. والشهادة دي موجودة للأشخاص وللشركات. تعال نشوف الشهادات اللي موجودة ومدى الاعتماد بتاعتها. الشهادات زي ما انت شايف معتمدة من فيرست بوينت، تصميم من جاد ماستر، من بيم اريبيا، من اوتريجا، من وي جروب. في شهادة موجودة للبيم مانجر اكوردنج للايزو 19650 وللبيم كوردينيتور، وفي للبيم ستودنت في بيم هيرو، وفي شهادة خاصة بسستينبل ديفلوبمنت، وفي شهادة برضو خاصة بالبروجكت مانجمنت. هو بيبقى عبارة عن امتحان. الفترة دي في تخفيض، في ديسكاونت، فياريت الناس تحاول تلحق. دي التكلفة بتاعت الشهادات. فلو انت عايز تبدأ ممكن تقول join us، وممكن contact us، تتواصل معاهم ان شاء الله، والتوفيق دايما.